ترأست مصر أعمال لجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الافريقي بوصفها نائبا لرئيس القمة الافريقية وذلك حتى اجتماعات الدورة الأربعين لأعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي والمقررة يومي الثاني والثالث من فبراير المقبل وقال سفير مصر لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي السفير محمد جاد قال إن لجنة المندوبين ستنظر في عدد من التقارير والوثائق بشان أنشطة مفوضية الاتحاد الافريقي وعلى رأسها التقرير الخاص بأنشطة الاتحاد لعام 2021 حول الثقافة والتراث والفنون، كما تمت دعوة الدول الافريقية للمشاركة في فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري وتضمينه ضمن الأنشطة الأفريقية المنتظرة في المجال الثقافي.